فهيستضيف فريق المصري الساعة 6 من مساء اليوم الحد نظيره إنجو رينجرز النيجيري في تاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية في استاد المكس بالإسكندرية، واللي هيتأهل فيه صاحبي المركزين الأول والتاني من المجموعة اللي بتضم 4 لدور الثمانية. وبيخوض المصري مباراة اليوم بعد ما سبق ليه ونجح في تحقيق فوز صعب على نواديبو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاث أهداف مقابل هدفين، رافعا رصيده لثلاث نقط، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاث أهداف مقابل هدف. من جانبه كمان عقد الكابتن إيهاب جلال أكثر من جلسة مع لاعبيه طلبهم بضرورة حصد النقاط الثلاثة وعدم الاستهتار في مواجهة الخصم واللعب بجدية منذ الدقيقة الأولى حتى انطلاق الحكم أو حتى إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، مؤكدا ليهم أن المباراة اللي فاتت أمام بطل موريتانيا خير دليل بعدما كان الفريق فائز بهدف ثم انقلبت وتقدم المستضيف بثنائية حتى استطاع لاعبو الفوز في الدقائق الأخيرة، وتعهد الجميع على تحقيق النصر لاحتلال صدارة المجموعة مبكرا. في المقابل أكد مسؤول رينجرز أن هم جم اسكندرية علشان يعوضوا خسارتهم في المباراة الأولى أمام فريق بيراميدز، متعهدين بتحقيق المفاجأة والفوز على المصري، خاصة وأنهم عندهم طموح في العبور لدور الثمانية من البطولة. كمان من المنتظر أن يأتي التشكيل المتوقع للنادي المصري على النحو التالي.